أخبار اليوم. صباح الخير، معلش احنا اسفين التأخير. أولا برحب بكل الضيوف الموجودين في دارنا الحبيبة في مؤسسة أخبار اليوم. برحب مع الوزير هشام ميزة عزوع رئيس وزارة السياحة وكل الضيوف اللي مشرفينا ومنورينا النهارده. احنا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسه وبين وزاره السياحه لرعايه بعض الانشطه الرياضيه وفي نفس الوقت انشطه سياحيه. دلوقتي هنسمع كلمه تقريب صغيره كده من سداس الرزق وانا تقديم المقام. اتفضل. نتكلم على بطولة البلياردو، هي البطولة رقم 11. الهدف منها مش مجرد تنظيم بطولة رياضية ربما يكون المهتمين بيها عدد محدود زي الرياضات الأخرى الكبيرة، لكن في الحقيقة إن بطولة البلياردو وانعقادها في بقعة من أجمل بقاع مصر دي رسالة طمأنينة للسياح الأجانب والعرب، رسالة طمأنينة للشعب المصري، الحقيقة في نفس الوقت خاطرة لكل الرياضات الأخرى اللي في الوقت اللي بتاخد فيه مدرجات كرة القدم من الجماهير، إن الرياضات الأخرى يعني ليست في أفضل أحوالها، فبقول إن رياضة البلياردو هي اللي بتدفع بعض الرياضات للعودة مرة أخرى إلى ساحة البطولات إلى بؤرة الاهتمام الجماهيري. احنا ان شاء الله في الفترة القادمة ده اكبر يوم مؤسسة مملوكة للشعب بنسبة 100%، زي ما بقول دايما اكتر من مصنع حديد الصلب، هو مش مملوك للدولة 100%، احنا مملوكين للدولة 100%، مملوكين للشعب في الحقيقة اللي بيمثل هذه الدولة. شايفين ان علينا دور اخر غير دور الاعلام والتنمية، هو دور في المساهمة في التنمية وفي الوعي وفي احتضان الشباب المصري. أهم وسيلة لاحتضان الشباب المصري في الظروف اللي احنا بنمر فيها وفي الظروف العادية هي الرياضة. احنا ان شاء الله في أنشطة أخرى بعد أو بتتوجه مع بطولة البلياردو، عندنا احتفال أكبر اليوم عيد 70 إن شاء الله الشهر القادم. عندنا متابعة مدارة في المؤتمر الاقتصادي الحاسم لخدمة مصر الاقتصادية، ربما كان أول مؤتمر في أمانة دايما مستمرة بعديه، متابعة تنفيذ مقررات ومفصلها التوقيت الزمني بإنتاج 31 ديسمبر وإنجاز كل التوصيات اللي تم التواصل ليها. بنفكر إن شاء الله في مباراة لكرة القدم في مصر والإمارات بتاع أخبار اليوم في عيدها 70، بنفكر في إن شاء الله بنفكر يعني بنشرع في تنفيذ طبعا صناعة الإبداع، ونتمنى مشاركة جهات الدولة المختلفة في هذا الموضوع لأنه جزء من قوة مصر الناعمة، زي ما بنقول إن مصر حرمها الله في يعني عايز أقول مناطق سياحية وسياحة شاطئية وحماها الشعب المصري في الآثار اللي تركها أجدادنا وتركها آبائنا على مستوى العصور. ايضا حرمها الله بفنها وابداع شعبها في الادب والشعر والروايه والقصه والموسيقى والاغنيه والمسرح والسينما والدراما والتاليف بشكل عام. احنا بنعمل مؤتمر صناعه الابداع بشكل مباشر، ان احنا بنلعب قوه مصر معنا، لان مصر لم تتسيد منطقتها ولم تصبح رائده العالم العربي الا بفنها وإبداعها ووسطياتها. احنا بنقبل ان شاء الله من المؤتمر يحقق اهدافه. في نفس الوقت عندنا بنفكر في بطولات اخرى في الجولف في السله في الطايره، بنفكر في دوره صيفيه ان شاء الله لكره القدم، بنامل زي ما اتكلمنا مع اتحاد الكره ومع ممثلين من الفيفا ان احنا في 2016 نستضيف في مصر جلسه الوزير، ربما تبقى مناسبه مهمه نستضيف نعمل بطوله للفرق اللي فازت في كاس العالم.
نعمل مونديالين وهنا مفرغ في مصر، فالتوقيت المناسب هو 2016. عشان نعمل في 2016 لازم نبتدي من النهارده، واظن دي هتبقى مناسبه قريبه جدا ان شاء الله. الوضع الامنيه بتكون استقرت، ابتدت عجله الثلاث دور بطوله زي ديت كانها دور 8 للمونديال، اللي هم 8 فرق اللي فازت بكاس العالم من اول اوروجواي لحد اسبانيا، اخر دوله يعني فازت بكاس العالم طبعا غير المانيا فازت بيها اكثر مره، من اخر دوله اللي فازت بيها لاول مره كانت اسبانيا. فهم 8 دول لو عملنا دور الثمانية ده هنا وقدرنا ان احنا ننجز البطولة ان شاء الله، ودي اعمال كبيرة من التنظيم يتم، نقدر ان احنا نعمل دفع للسياحة ودفع للبلد كلها، وتبقى محطة انظار العالم لفترة تزيد عن اسبوعين او تصل الى 3 اسابيع. الحقيقة احنا منفتحين على كل ما يهم المواطن المصري، منفتحين على كل ما يؤدي لدفع جهود الدولة. زي ما بنقول احنا في حال الحرب فيها معركة واحدة مع الإرهاب، لكن عندنا معارك أخرى مهمة، أهمها معركة التنمية، معركة هزيمة الفقر والفساد، معركة البناء. عايزين ما عندناش حجة الحقيقة، عندنا زعيم وطني مخلص الشعب المتفق حواليه، عندنا شعب أب ثورتين، عندنا مسؤولين عن حبيش أمدع في الحكومة كتير الحقيقة. إنما لما بقول عندنا حكومة مش بس عندها نوايا حسنة، إنما عندها همة، والحقيقه بنشوفها في جولات ساده رئيس الوزراء وعدد من الساده الوزراء من ابرزهم الاستاذ هشام زعزور. الحقيقه افضل الحقيقه الوزراء الوطنيين المخلصين، بنتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق، ونتمنى للاتحاد السياسي ان شاء الله كل التوفيق، ونتمنى ان اخبار اليوم تكون عند حسن الظن. انا بشكر حضراتكم جميعا، واتفضل سياده الوزراء. الحقيقه وانا قاعد في الموقع كده خلف حضراتكم يعني سرحت شويه يا استاذ ياسر في الصور المعلقه على جدران الغرفه اللي احنا فيها، غرفه الاجتماعات دي، رموز مصر وراهم يعني مصطفى امين وعلي امين والتبعي وكامل الشناوي ورئيس منصور واحمد باقي، دي ايه كل الرموز دي؟ هذه الرموز وانا قاعد اعتقد ان هي يعني توافقوني ان هي اللي انهبت مشاعر وخيال وفكر العرب كلهم، ملايين من العرب على مدار السنين اللي فاتت يعني تشكل وجدانهم باقلام هؤلاء العظماء ورساله مستمره. وانا بدعو المؤسسه وبدعو ياسر يونسي بكل التوفيق، وهو راجل فضل عنه صديق عزيز محل احترام كل من علم اتعرف عليه عن قرب او حتى قرأ له، رجل وطن مخلص، واحنا يعني من اسعد الناس ان هو يقود المؤسسه في هذه الفتره الحساسه جدا في تاريخ مصر. وزي ما ذكر اخونا محمد الهنساوي، فعلا احنا بنمر بوقت عصيب جدا في كل القطاعات، ومنها طبعا بالتاكيد قطاع السياحه. قطاع السياحه يعني بقينا نقيس بعام الذروه في 2010 اللي هو جاء الى مصر فيه 14.7 مليون سائح، اضروا للخزانه المصريه 12.5 مليار دولار. لو فكرتوا في هذا الرقم حضراتكم تعرفوا انه يعني انا متحيز شويه، ايه اكثر من ضعف ما اضرته قناه السويس لمصر حتى الان في حدود 5 مليار. طبعا ان شاء الله هتضاعف رقم 13 مليار بعد المشروع اللي تبناه السيد الرئيس والمصريين كله احتفوا حوله واثبتوا للعالم قد ايه المصريين يقدروا يعملوا ايه. وطبعا الارقام دي بعد جمال المشروع من الناحيه اللوجستيه يصل الى فوق 37 مليار دولار في السنه. لكن عايز اقول انه السياحه المصريه احد اهم اركان الاقتصاد الوطني المصري. الساحه المصريه عانت كتير جدا بعد ثوره 25 يناير، ويا محمد البهنساوي ليك الحق تقول ان انا كان حظي وحش ادي وزير في هذه الفتره الصعبه جدا، لانه عامل زي مش عارف الاسطوره الاغريقيه دي، افضل اطلع سيزيف اطلع لغايه اخر الجبل واروح نازل تاني، نشيل تحذيرات سفر وبعدين تحصل شيء يروح مرجع تحذيرات سفر يرجعنا تاني المربع رقم واحد. لكن انا ولا زلت لم أيأس، بل بالعكس عندي شعور بالتفاؤل شديد جدا. يمكن
فليس مجامله. الشعور بالتفاؤل اصبح شعور عميق جدا دلوقتي بعد انتخابات الرئاسه الماضيه وبدايه تثبيت اركان الدوله المصريه الحديثه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا الحقيقه شرفت بالعمل معاه وهو وزير الدفاع خلال الفتره الماضيه، وعرفه عن قرب، وعرف ان مصر محتاجه شخصيه زيه وقائد زيه، واعتقد ان شاء الله مصر سترى تحت قيادته تطور ملحوظ في وقت قصير باذن الله. كلمني السيد الرئيس ضمن تكليفات الحكومه المصريه بعد تشكيل هذه الحكومه المحلبه الثانيه بهدفين اثنين. الهدف الاولاني هو استعاده الحركه السياحيه في اقرب وقت بصفه عامه، وتحسين الصوره الذهنيه في الخارج عن مصر بصفه عامه والسياحه المصريه في الدول المصدره للسياحه المصري. وبدانا خطه، او عاوز اقول انها خطه تكتيكيه، لانه استراتيجيا احنا عارفين عايزين نوصل كقطاع لايه في عام 2020 او 2022. ان احنا نضاعف ارقام سنه الذروه 2010 سواء من ناحيه الاعداد او الايرادات. الصيف الماضي ودون دخول في ارقام محدده يعرف عنها يمكن اخر السنه دي، احب اقول لكم ان حتى يونيو من 2014 من يناير سنه ميلاديه من يناير ليونيو للاسف الشديد حققت السياحه المصريه نمو سالب قدر كان 13% عن نفس الفتره من العام السابق اللي ما كانش اصلا عام جيد قوي. فكانت ظروفه السبب الرئيسي ان احنا بدانا السنه بحاله تفاؤل، ولكن بعدها بشهر فبراير الماضي بشكر حضرتك استاذ ياسر انه حصلت وقعه حادث طابع ارهابي 16 فبراير ورجعت للاسف 26 فبراير تحذيرات السفر مما اثر على حركه السياحه. لان تحذير السفر باختصار بالبلدي كده انك انت عازم واحد ضيف عندك في البيت ورحت جاي عند باب البيت رحت قابله، هيخش ازاي؟ مش هيقدر يخش، لازم تفتح الباب عشان الضيف ده يخش. فتحذير السفر هو الباب المغلق او المقفول لحركه السياحه. الحمد لله بعد انتخابات الرئاسه تغير الوضع وتحذيرات السفر بدات مره ثانيه الحمد لله تتشال، مما مكنا في وقت قياسي في الصيف الماضي في بدايه تعافي الحركه السياحيه. يمكن انتم سمعتوا في شواطئنا بالذات في البحر الاحمر وجنوب سيناء. دي كانت جزء من خطه ومقصود، وده اللي قلته لسياده الرئيس بانه احنا نبدا الصيف على الابواب في العمل على رفع التحذيرات مره اخرى، واثنين نشتغل على السياحه الشاطئيه لان الصيف على الابواب وده موسم رئيسي بالنسبه لنا، وبعديها نشتغل او معاها نشتغل على استجلاب السياحه العربيه وتحديدا السياحه الخليجيه لمصر. وبرضه يمكن حضراتكم تابعتوا ان كان في حركه سياحه من الخليج الى مصر الصيف ده جيدة الحمد لله. ودلوقتي احنا بنشتغل على ملف السياحة الثقافية، وبنأمل انه على نهاية السنة دي ان شاء الله استطيع انه اقول انه بدأت الحركة. لكن التحدي جامد جدا، ولا زالت السياحة المصرية ان كانت بدأت معالم بعض التعافي الا ان احنا لسه المشوار قدامنا كتير كبير وطويل. هذه المناسبة اللي انا فيها النهاردة بتوقيع هذا البروتوكول، بشكر اتحاد البلياردو، ويمكن اصحح معلومه لحضرتك ياسر بيه. انا ما كنتش اعرف ان رياضه البلياردو هي اكثر رياضات مشاهده في الاعلام الدولي. يعني لما تيجي لملف الرياضه، طبعا مباريات كاس العالم اللي كل اربع سنوات بتتم دي طبعا هي بتاخد نصيب، لكن في المشاهده اللي اعتبرناها يوميه او سنويه اكثر عدد مشاهدين في الاعلام الدولي للرياضه انا نفسي كنت شعب هي البلياردو. وبالتالي انا سعيد النهارده ان احنا بنوقع ده مع حضرتك ومع اتحاد البلياردو ومع زملائنا المسؤولين عن الاتحاد، انه الرساله السياحيه الرياضيه هنا السياحه بتستفيد كويس جدا منها، لانه انا متوقع لو استطعنا التغطيه الاعلاميه الدوليه ليها ده بالتالي بنستفيد احنا تماما سياحيا. ازاي بنستفيد؟ بنستفيد حاجتين. عدد المشاهدين القطار دول في العالم بيبعت الرساله اللي انا مهما حلفت وقلت الدنيا بخير في مصر
مجرد نقل هذه الصورة عبر الإعلام إن في بطولة بتقام على أرض مصر بيعكس صورة إيجابية عن إن مصر آمنة ومستقرة، وبدليل إنها بتستقبل فعاليات دولية رياضية زي هذه الفعاليات. فمن هنا بتساعدنا إحنا في قطاع السياحة على نقل الصورة الصحيحة، وبالتالي تحقق الهدف اللي مطلوب مني أنا في التكليف اللي هو تحسين الصورة الذهنية. ده يحسن الصورة الذهنية وبيساعدنا في استعادة الحركة الصحية، وبالتالي أنا سعيد جدا إن النهاردة أحضر ده وأوقع عليه وأدعمه، وسعيد أكتر بالأفكار اللي تبناها يا أستاذ ياسر مع بعض خلال الفترة القادمة بما يخدم أخبار اليوم والإعلام المصري، ويخدم قائد مصر قبلينا إحنا الاثنين، وبالتأكيد بيخدم السياحة المصرية. فعاليات اللي حضرتك داخل فيها خلال الفترة الجاية نأمل إن إحنا نساهم مع حضرتك فيها ودعم للمرحلة الانتقالية اللي فيها مصر الدكتورة دي. أخيرا نقول مصر بإذن الله تعالى سوف تشهد طفرة ضخمة في كل القطاعات الدولة، وبأمل إن من موقعي وقطاعي الذي أعتز به إنه ينطلق، ويمكن مؤسسة أخبار اليوم في اثنين قاعدين في القاعة دول اللي هم محمد البهلساوي وحفظ الأرقام وشهداء فقر بنحسبهم على السياحة أكثر ما بنحسبهم على الإعلام، فبنقول لهم أبوكم بالإعلام وأمكم السياحة أو العكس، وسعداء إن هم بنتواصل من خلالهم مع المؤسسة، وهم خير ممثلين لأخبار اليوم في السياحة المصرية. أنا سعيد جدا، وفي الآخر بقول لكم شاركوني، تحيا مصر. البروتوكول ده ابتداء للتعاون المستمر بين وزارة السياحة وبين دار أخبار اليوم في تنظيم هذه البطولة. دي البطولة رقم 11 إن شاء الله. التعاون مع وزارة السياحة مستمر في مجالات مختلفة وفي مؤتمرات وفعاليات بتنظم أخبار اليوم، كان آخرها مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. احنا عندنا إن شاء الله اتفقنا على التعاون في مؤتمر صناعة الإبداع اللي هيعقد في النصف الثاني من نوفمبر المقبل في الاحتفال بعيدنا 70. دور أخبار اليوم، احنا ما بنبتديش دور أخبار اليوم، دور أخبار اليوم بدي من 70 سنة على دين الأستاذ مصطفى أمين وعلي أمين. دور أخبار اليوم بيتخطى مسألة التوعية والتنوير والإعلام إلى المشاركة المجتمعية والدور الاجتماعي في رعاية المهمشين والفقراء والحالات الإنسانية الصعبة سواء في العلاج أو غيره، من خلال أسبوع الشفاء وبنت القدر وصندوق الفوارس. هنعلن إن شاء الله في اتصال أخبار اليوم بعدها 70 عام حزمة من الإجراءات تعبر عن دور أخبار اليوم كرمز لصحافة الشعب من خلال رعاية قرية فقيرة. دور أخبار اليوم في ترويج السياحة الحقيقة مش بيقتصر إن إحنا بنروج للسياحة، إحنا بنقدم الحقيقة. في نفس الوقت بنجابه الفساد، بنجابه الانحراف، بنشجع على استقرار الأمن. ده كله بينعكس على السياحة. إنما الترويج الحقيقي للسياحة هو دور وزارة السياحة من خلال مخاطبة الإعلام الغربي، من خلال مخاطبة المجتمعات الغربية، لأن إحنا مش بنروج للسياحة بين المصريين صحف تصدر في مصر، عايزين الترويج يكون للأجانب اللي هيجوا مصر، ومصر بالنسبة لهم مقصد سياحي جذاب. لما احنا بنتكلم على أي مشاكل موجودة بنعرضها، مشاكل قطاع السياحة، بنساهم في تسليلها، ده بيؤدي في النهاية لتحسين البيئة الجاذبة للسياحة في مصر، فده بيؤدي لجذب السائحين. لما بنتكلم على أي مظاهر للانحراف او السلوك اللي لا يتفق مع طبيعة المصريين، فمكافحة هذا السلوك يؤدي لتحسين البيئة الجاذبة للسياحة في مصر. يعني انما احنا دورنا مستمر مش مع السياحة بس، مستمر في التنمية، مستمر في تحسين حياة المصريين، مستمر في التوعية والتغيير، وده دور أخبار اليوم.
بنشاط اخبار اليوم في المجال دوت، لانه الاعلام برضو مفروض ما يقتصرش فقط على الجانب الاعلامي المهني فقط، انما مشاركه الاعلام بادخال الاعلام مع فعاليه فنيه، فعاليه رياضيه، كل ده بيخدم في النهايه السياحه، لانه السياحه ما هياش منتج فقط يقتصر على المزارات او الشواطئ، لكنه في النهايه كل انواع الانشطه الاخرى ممكن تصب بشكل او باخر في دعم لهذا الملف. انا سعيد وبدعو للمؤسسه بكل التوفيق، وان شاء الله سواء مؤسسه اخبار اليوم او اي مؤسسات اخرى اعلاميه عندها افكار مثل هذه الافكار، احنا قطاع السياحه بنترحب ان احنا نقف وندعم ونشتغل مع كل من له فكر يساعدنا على زياده الحركه السياحيه وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.